هنا بقسم الإنعاش بمستشفى عبد الرحمن مامي للأمراض الصدرية يقيم المصابون بالنزلة الموسمية وكورونا على حد سواء، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة أو نساء حوامل ولم يقوموا بالتلقيح. بنت خالي جبناها البارح العشرة متاع الليل، تسكر عليها نفس، جبناها لهنا قبلوها حطوها في الأكسجين عندها السكر. لا الفاكسان تاع الجريب هذه ما عملناش، اما تاع الكورونا عملنا العائله كامله عملناه. عندنا اشخاص، عندنا شخص واحد عنده الكوفيد وعندنا اشخاص اخرين معناتها عندهم النزله الموسميه. الاشخاص هذوما كلهم الميزه نتاعهم كونهم عندهم امراض مزمنه، جاوا عندنا نساء اللي هما حوامل والا معناتها جوست بعد الولاده. معناتها هذوما معناتها اشخاص جاوا في حالات خطيره، معناتها الاطباء الاختصاص في التوليد هذوما معناتها ينصحوا النساء الحوامل باش يعملوا الفاكسان تاع الجريب، خاطر راهو مفيد للمراه الحامل ومن بعد لولدها، خاطر يتعدى معناتها ليزونتيكور يتعداو للجنين ويقعد محمي معناتها مده طويله بعد ما يتولد. الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا جليلة بن خليل أكدت ارتفاع نسبة المصابين بفيروس النزلة الموسمية الذي كان أكثر حدة وطاغي هذه السنة بعد غيابه طيلة فترة هيمنة كوفيد. نسبة للنزلة الموسمية توا الفيروس اللي قاعدين نشوفوا فيهم هما أساسا زوز أنواع، عندنا الاش 1 ان 1 والاش 3 ان 2، دونك هذوما نعرفوهم من بكري، دونك كيف جاء الفيروس تاع الكوفيد لي فيروس هذوما معناتها اختفاو، واحنا دونك المناعه نتاعنا بالنسبه للي فيروس هذوما نقصت، دونك هذاك علاش توا العباد الغمارك اللي هما حتى كيف يمرضوا ويجيهم فيروس تبدا اقوى شويه من العاده، خاطر المناعه نتاعنا نقصت في هالفيروس من كونتر هالفيروس هذوما، دونك توا باش نبداو نرجعوا نكتسبوا المناعه نتاعنا. أما بالنسبة لفيروس كورونا فيبدو أنه في ارتفاع تدريجي مع هيمنة متحور أوميكرون وظهور نسخة جديدة له، ومن المرجح أن يبلغ ذروته في أواخر شهر ديسمبر الجاري. آخر متحور متاع الأوميكرون دخل لتونس، دونك نعرفوا اللي هو موجود، وهو كما تعرفوا الأوميكرون الخاصية نتاعو كونه ينتشر برشا، وأحنا من قبل قلنا اللي راهو ثم امكانيه في اخر ديسمبر ولا في جانفي باش تكون عندنا موجه جديده. يسب قاعده تطلع شويه، هي كانت في الجمعه اللي فاتت اقل من 5%، توا وصلنا 6.45%، هذه نسبه التحاليل الايجابيه. بالطبيعه هو عدد لازمنا ناخذوه زاد باحتراز شويه على خاطر العباد ما عادش تمشي تعمل التيست. وفي صورة ظهور أعراض النزلة الوافدة أو كوفيد، شددت جليلة بن خليل على ضرورة الابتعاد عن التداوي الذاتي عبر استعمال المضادات الحيوية لعلاج هذه الفيروسات.